وفي بريطانيا خرج الآلاف في مظاهرات في لندن للمطالبة بوقف الحرب الصهيونية على الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون لها للشهر الثالث على التوالي. الآلاف من أنصار فلسطين في العاصمة البريطانية لندن خرجوا تضامنا مع غزة في مواجهة حرب الإبادة التي يتعرضون لها، ودعا المشاركون في المسيرة إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة. آلاف الأشخاص، عشرات الآلاف، مئات الآلاف نتظاهر أسبوعا بعد أسبوع ضد هذا الصراع، ضد تواطؤ الحكومة البريطانية في هذا الصراع دون دعم الحكومة البريطانية والإدارة الأمريكية. هذه الحرب مجنونة، حرب الإبادة الجماعية هذه لا يمكن أن تستمر. لهذا السبب يتظاهر الناس بالملايين، ما يفعلونه أمر مخزن تماما. إنه أمر مفجع، إنها جريمة ضد الإنسانية، إنها جريمة ضد القلب، إنها جريمة ضد ما هو صواب. لا يوجد موت جيد في جهة دون أخرى في أي مكان في العالم، ولكن ما يحدث الآن إبادة جماعية أخرى. أعتقد أن مجرد محاولة التصرف بشكل دبلوماسي عندما يكون الأمر واضحاً إلى هذه الدرجة يعد تحيزاً. يمكنك فقط مقارنة رد فعلهم تجاه أوكرانيا، ويمكنك أن ترى أن هناك فرقاً واضحاً.